bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhawaada barnaamijkii som t v oon yaalaaba waqtigan oo kale hawada ku kulmi jirnay mar kalena aad naga daawan jirteen websaitkaygu ah www.somtv.org oon idaa wixii tala iyo tusaalaana fadlan noo soo dira emailkaygu ah info@somtv.org iyo telefoon nambarkaygu ah 206-424-4412. Haddaba waxaan maanta jeclay bal inaan idiin soo mariyo xafladdan quruxda badan ee dadku isugu yimaadeen oo lagaga hadlayo labadii wiig aynu soo dhaafnay dilkii aadka u naxdinta badnaa ee ka dhacay magaalada Seattle, Washington, oo noqotay runtii mid bulshada aad iyo aad u dhiircgelisa, isuna yimaadaan kana dhiiranaadaan dib isu weydiiyeen maxay tahay marxaladda inala soo gudboonaatay kadib markii laba wiil oo dhalinyaro shooting lagu dilay magaalada Seattle, Washington wiiggii la soo dhaafay. Taasina ay keentay fikrada aad u kala duwan kadib markii bulshada qaybo ka kala duwan xagga odayaasha, culimada diinka, waxbarashada dhalinyarada, yuudka, dumarka, qayb kasta ha noqotay ay aad uga hadleen. Qof walbana fikrad keenay ayaa waxay noqdeen fikradahaasi kuwan aad halkan ka daawanayso. Waana kan Sheekh Axmed Nuur oo isagu ah imaamkii masaajidka Seattle, Washington, oon jeclay isagu noo furay. Doctor Imaam Sheekh Axmed Nuur, waa kan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا إخواني آيات دغهنا كسو دعيسا waxay ina xusuusinaysaa mas'uuliyad responsibility oo ah mas'uuliyad oo ku socota dadka waaweyn ee waalidka ah, waa aabaha iyo hooyada. Dadka lala hadlay waa mas'uulka reerka. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran wa quuduha annaasu wal xijaara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا مسؤولية دائية واجب كعدة لله الله يقول إليها قو أنفسكم نفتينك إلالية أهل كينك إلالية حاس كاغا كإلالي جوات دادا كإلالي ويل كاغا كإلالي نار طيب نار سي لو غلا وخا لو غلا او كميد اه انحراف ان جد كيفي عنا لغا بايرو او لغار مرو مشكله دا امنيغا اي اينا هيستا مشاكل كا عرورتين يا دلنيرده هيستا waxay ku yimaadeen انحراف انحراف وقلع وجدكي وناكسنا ان لغا بخو طيب سؤال شان رب مركينا كه الله وحاوية ما هي الأسباب محيطها أسباب تكينتا انحرافك من ريزنس أيا جرا انتاس أو سببات أو كينا يا انحراف إنو دعو أو إلمو أي جيتك لليرتو كبحضو محاسا كدشا مركينا أي جيتك لقبحو وحيابها كينا وحا كميدا أيها الحبة الإهمال في تربية الأولاد ومرك كوباد بإنان إهمال كسامينو إنان وحبكسو دنوين كجلين التقصير إنان كجابينو طيب الأخطاء التربوية إنان سخلضة طريقة خلضة ولما عاملو المها أنرلي ويل كاقيا قبرد هذا ودخل دن إنان ولقنو أما أن كجابين نبا وحو قبط كودي وحو شيء قودي وحا كردلان دونا إنو انحراف مركات سيخل دان ولا دقان تو وحا كردلان إنو يسونا مركات دنبا انحراف وكردو عو جدكي كبوح وصبب كميدا أسبابتا وحربنا كو وحا أن كعبان النوام حيوان بدقل يحمو ومحيين وعرور تاني وحقي آذين بنانكا قروبية كلا أيه برتين سيكو برتين هرتوين سويدين أسبابتا كينتا وحاس asbaabta keentay number 1 waxa kamida email aan ka gaabinay inaan tarbiyeyno oo ilmaheena ka warqabno ama tariiqada aan u dhaqmeeyneen u dhaqanay ayaa si khald ah. Tayib ee sababka labaad wuxuu noqonayaa an-nizaa' wal-shiqaaq wal-khilaaf bayn al-walidayn
أمام الأولاد دائما إن نقدح يو إسهاي سيسي أبي هو يدو ووضح الليان وبوقيان وإسهايستان خلاف باكر نحية كلمات أدقبا لسوء أدكسن عرور طهر طاضي. طيب محود دريم يا مرك المها قري يا مرك كنوليا مرك أبي هو يسكو أفعليان أيجي دوديان أيجي سأفلقاديان وحولية ماشان أبني معها النبت قليا كمجرته إهانة كجرته هو يولى إهانيست أما أبا اللي إهانيستي ألا لا يسكي قبا حلكان حقو هذا يا بنانك وبحيا حاجر بنانك محو كيليا راحو كيليا نفتي سويحو كدجيو كيليا إيال إستيقل الدأبا أسوى هنقلتاقا يوقعانتو هاتينيا دروغو كيليا وإستيقل سيدي لطهي وراحي سانيا حاجر قوري الراحة مؤولي قوري الضوط باتي اللي خلاف باي اللي طيب وحا عرين كيني كرتين وإلموه بنانك مركا وبوح طيب إيه سبكا وحال ولدت لنا يا دادك والدك أباه يهو يدا ملائك دادكم معها يعني لو وضحال لنا لما أرنكره خلافنا وو إيمان انتو رواها لأيك كاذو لكن هالاقا قريو إلما وحا قرية كجرة كقرية طيب عرين تصدحات أو كيني كرتين وإلموه جدك بآذو وكرح بحو قريسي والطلاق الطلاق وإن ليس فرو ديفويس إن ريركي كالتغان ومان تقريباته أوينين هايستا هدي دراسة الله قسم يدد كينا وحال سويدية دراسان أركيي قور كوا إنته مجتمع عيني بلشد إن سيلي سو قور سدا فرين كو سوا إنته طيب والدريم كريسا هدو قور كو نقضو أفرطان يشان بقول كيما إن ليس قور سدو صدون يشان نوا كالتغوية ولا كالسعودة طيب إن ليس فرا سهلا إنه هو يدو إسكن نولان كرتبا صورة قلة إنه كوعي تباري سومركاس أبوه وحو إسليا هاي والو إهانيستي ميل وحو كيميد مارك تدمرك لغا أتكان جري إيه لكا كانا لأف لغا دين جري لدلي جري وحي مجرو مركا دقا عانتيسا دونا كوعي البحين وينو قرو يسكتوا مركا قار كود بعض مدوبا إيدا انتولي مردانا قا عانتو كوعي البحين مركا هل كاسبان ماشي نقطة مركا محاي نقن طلاق بالله من إنسان مركا صدح هذه السي صدح هذه قاضي واقفتاي والله كلا السعودان مركا طيب غيرك مركا كلا السعودان محا صوهري الأولاد المهي قوري قاني مدقنا هو يسن قال ماذرة يسقال عنوك هاي ستا والله بلان بلايس ودوكسي أنجين كرين ويسكول أنجين كرين ما اسبتال بأوك حيسا ما دوكسي بي جيسا ما محقي جيسا انت ورقا ما قوري قيبا وحو كرسا وانتو وو كرسا أبي وأكره بعد مقالة دين عقول نوليا صورة قال مقالة دين عقول نوليا قاد بو سارية تكسي يسوس كوتا مركا وحيك أنت إن طلاق يسوون أوبتو هذه طلاق بطين المهنة جرجو وكعريان محجرة هو يذان مهند الجرين كرتوا ما هين كرتوا يذونا مركو يسكت بحياة جرجو ما بعلين كرتوا ولد اللي يرى أوتين نيجر مي هو يعور كرتا ما سمين كرتوا قلب كأفراد أكيني كرائين جرجو كبحان وسوء معاملة الوالدين للأولاد ولا بد والد لكن حمض أي مركة قار المها أول رقميان القصوى وككنان وقلف سنان وأضعيك مركة المو مد القاضن كروميشان مال سكر دبايو مال هذا الأذق مال أنت الله أنت أباه ما هو حمص ما يسمح كان دا وركنا وأنت أبي هو يمعني يمعنتي وركي مجره سكال الله رقميان مركة هل كان ويسكر بحياة iyal kalu helaya oo meeshiisana joogo oo u gacan haatinay maalin dhaweyd baan meeshan baarka ka aban joogay marka wiil ba joogay aan ka shakee inuu daroogo oo gadaayo marka qoliyo markii hore laba meesh mid kale joogay isagoo baaskiil ku ordibo yimid waxa isku garteen kolba inay si ogaayeen oo u maleeyay meesha wax yar loo wada hadlay waa la kala tagay laba wiil oo yaryar ba meesha yimid oo dhalinyaro ah oo soo noqday وحيرو ماشى لعي عياري ماشى عرتك عيارا وماشى نوم مقطع وحير مركو لعي عياري بو وباقي وان تجيبولي مركو صباح ويان ويديدين مركو وان فيرنا يا واحد كده حي كون كلا ويديدين والد أصوص على أركان إنه إيمانه يسوون وحى الرب وحير مركو تسيء ولعي عياري وحقة فهم سيء وحصار دقة وحوري قد ويمات طيب كواسو كلوه ليا مال بلوج عن هاتين يا هذا بقى أنت مركز دعوة،
ilmihi guriga laga saaro maxaa dhacaya group buu yeelanaya oo meeshan rabo inaan u soo dago group buu yeelanaya groupkaasi banaanka ku sii sugayaa bal gruubay sii noqonayaan taas oo ah laba gruubun baa jira waxa weeyaan qof fiican iyo qof xun labadaasaa jira saaxiib fiican iyo saaxiib xun saaxiibka fiican iyo ka xunna rasuulullaahi sala allahu calayhi waali wasalam baa u kala sameeyey oo sheegay midna wuxuu ku tilmaamay inuu yahay kalmisida miskigii iyo barafuunkii iyo cadaradii iyo wax fiican baad ka heli oo qofka masaajidka kuu keenaya kuu soo jiidaya kuu soo kaxaynaya midna waa naafikilkiir waa kii birta tumaayey oo dharka kaa gubaya weeyaan labadaa saaxiibun baa kala jira markuu ku qabto oo gruubka aad dhexda ka gasho isagaa ku xukumaya isagaa ku maamulaya kama dhex bixi karaysid bal waxaad dareemaysaan sida ay maanta u dhaqmaan iyo yacni qofkii waa la maamulayaa waa la xukumayaa go-aankaaga adigu melid gruubkaa ku haya maxaa jira iyagaad ka mid noqotay wa suxbatu lakhyaari lilqalbi dawa taziidu lilqalbi nashaatan wa quwa wa suxbatu ljuhaali daa'u wa cama taziidu lilqalbi saqiimi saqama marka kana jiru kuu ziyaadinayaa kana nishaad iyo firfircooni iyo wanaag baad ka helaysaa qofkana waxaa la yidhaahdaa almar'u wuxuu uun la diin yahay iyo la dhaqan yahay qofka saaxiibkiisa fiiri ha fiirinin baa la yidhahdaa ruuxee saaxiibkiisa fiiri qiyaamada iyo aakhara marka la tagana waa la islacnadi doonaa wa yowma yacadu aldaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila alla maxaa hebel saaxiib iga dhigay ba hawshu ku dambayd haddaba ayuhal axiba ma raba inaan muxaadaro jeediyo waxaan rabaa keliya madkhal iyo intarkii aan ka geli lahayn mowduuca galabta inaynu isla fahamno oo aad dadkan ii muuqda wejiyadooda rag iyo dumarba waa dadkii runtii akhyaartaha iyo indheergaradkii iyo culimmadii oo fadhida iyo dadkii aqoonyahankaa maasha allah odayaashii ayaa wada joogay hooyooyinkii waxaan rabaa marka mushkilada ina haysataa inaan ka tashanno oo dadku naaqishaan oo ra'yiga la kala qaato oo insha allahu tacaala shirkeennana uu ka soo baxo gebagebada ee guddi uu ka soo baxo ee sameeya in uu ka warhayo arrimaha amniga iyo nabadgelyada laysla shaqeeyo waddanka aan ku noolahay jasiirad ku taalla jasiira alcarabiya iyo waddan islaamkuma noolin qofka u malaynaya inaad waddan jasiirad tahay oo qamiiskaa la qabi iyo masaajidka lagu dhex jiro jasiirad kuma noolid waddanka maraykankaad ku nooshahay nabadgeliyuu leeyahay booliis baa albaabka kuu taagan xaggii xaggaysuma dhaqaajin kartid waa inaad ogaato meesha aad joogto qofku waa inuu ka warqabo weeyaan sidaas darteed in booliiska iyo qaybaha nabadgelyada oo ka jirana si guddigaasi habaysan ay u wada shaqeeyaan oo qof walba mas-uuliyaddiisa uu qabsado mas-uuliyaddeenna inaguna aan qabsanno oo ilmaheenna aan ka bilowno oo kuwa saaxiibkeena aan ka bilowno oo kuwa muslimiinta aan ka bilowno oon kulli mas-uuliyadii na wada taallo ay noqoto insha allahu tacaala waxaan rabaa insha allahu tacaala laba daqiiqa ayay dhiman labada waa idiin daynayaa insha allahu tacaala waan ku tabarucaya in wax la bixiyo soo ma weligii mar walba wax keena unbaan dhaha waa inaan wax bixiyo wey jazaakum allah khayr wa baraka